عدم نزول المطر مع الرغم من صلاة الاستسقاء الذين يقوم بها، مع العلم أن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين أي جماعة كانت تطلع كان ينزل المطر مباشرة. أي والله. فرجاء أسباب عدم نزول المطر. لأن هالجماعة غير ذيك الجماعة. شو بدك تعرف غير إيه؟ سؤالك هذا، سؤالك هذا يذكرنا بالأدلة الأساسية لعدم إغاثة الله عز وجل لعباده المسلمين، وما أردت أن أقول لعباده المؤمنين. حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قبل أن أتمم الحديث قراءة أريد أن أذكر: كلوا من الطيبات، أنتم الآن تأكلوا من الطيبات، لكن ليس هذا المقصود من الحديث، مقصود من الحلال. كلوا من الكسب الحلال، إن الله طلب من عباده المؤمنين ما طلب من عباده الأنبياء المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال أبو هريرة: ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذاك؟ عرفت بقى شو السبب؟ اليوم أكثر التجار يتعاملون بالحرام، ليس فقط في الربا، الله أعلم، الله أعلم هالمجموعة هاي يمكن يوجد واحد أو اثنين، يمكن نقول يمكن يكون واحد اثنين من هالمجموعة يقول: أنا بعرف تاجر واحد أو اثنين ما بيتعاملوا مع البنوك، أو يمكن هدول مو موجودين. شايف المصيبة قديش واسعة؟ التجار كلهم الآن، وكل ما كانت تجارته واسعة كل ما كانت معاملته مع البنوك واسعة. إذن كيف يستجاب لهؤلاء ومأكلهم حرام ومشربهم حرام وملبسهم حرام وغذي بالحرام؟ نترك التعامل مع البنوك مثل ما حكينا آنفا، لا تبيع ما ليس عندك، ما له علاقة بالتعامل في البنك، لكنه يخالف الشرع، يبيع ما ليس عنده، بغش، بغدر، إلى آخره من المعاملات المخالفة للشريعة. إذن سبب عدم استجابة الدعاء أننا نحن لسنا أهلا لاستجابة الدعاء، فماذا علينا؟ أن نتعاطى أسباب الاستجابة. أسباب الاستجابة تعاطيها هو الجهاد بالأكبر الآن، وهو أن يجاهد كل مسلم، كل في حدود عمله، نفسه ويتقي ربه في هذه المعاملة، فلا يكسب إلا الحلال. حينما تكون أغلبية المسلمين هكذا، حينئذ بروح
العاصي بشفاعة المسلمين الطيبين. الآن القضية معكوسة، بروح التقي بشؤم إيش؟ معصية الأكثرية الساحقة. فهذا هو سبب عدم إغاثة الله عز وجل لعباده المسلمين، وهو باختصار إعراضهم عن تطبيق أحكام الشريعة في نفوسهم. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سبيل الرشاد. تفضل.